حاجة عملتيها كان كليب عمري ما يئست، تكلميني بقى عن تجربتك في الكليب ده. كليب عمري ما يئست هو كان أكتر من إن هو كليب، كان زي ليركس فيديو بس حبينا نعمله من غير الكلام بتاع الأغنية، يعني ما كانش كليب كليب بس كان بيوتي شوتس أكتر، وهو أغنية دراما فما كانش محتاجة أكتر من كده. ساندي قولي لي، حياتك الشخصية بتأثر على حياة ساندي الفنانة؟ بصي، هو أنا بحاول أعمل بالانس، بس أكيد لازم يعني إذا ركزت في حاجة هأثر في التانية، بس بحاول على قد ما أقدر. يعني سمعنا الفترة الأخيرة إن في بعض المشاكل بينك وبين بعض الفنانين، الكلام ده صح ولا؟ وانا ما بشوفش اي حد خالص. اكيد ما انا بعيده كل البعد عن المشاكل خالص. ساندي فين من السينما؟ كنت بتعملي سينما واختفيتي فجاه، انت فين من السينما؟ بصي، وانا كنت يعني مش اختفيت، بس انا بحب اكتر لما اعمل سينما اعمل حاجه يعني تفيد الجمهور اللي انا بخاطبه، لانه انا جمهوري شويه فئه حساسه جدا، هو التين ايجرز او المراهقين يعني، فبحب ان انا اما اعمل لهم حاجه تبقى يعني بتعبر عنهم، فعشان كده يعني كنت برفض الحاجات اللي بتجيلي لاني مش شبهي ومش وما ينفعش انا اللي اقدمها. لكن الفيلم اللي جاي ان شاء الله هيعجب الناس قوي، وفي مسجات حلوه، وشخصيتي فيه قريبه من شخصيتي الحقيقيه، فحبيت الدور جدا لانه شبهي وهيعمل حاجه مع الناس ان شاء الله يا رب. مين بيشاركك البطوله واخراج مين؟ اخراج تامر بسيوني وتاليف وسام حامد، وبيشاركني البطوله او انا بشاركه البطوله استاذ سامح حسين. عندي عارفه تبقى مامي بقى؟ عارفه، بس انا حاسه اني انا كمان طفله معايا يعني، فربنا يستر يعني.